سبته. انا لعبنا كل الاغاني، لعبنا كل الاغاني. معانا النجم اكرم حسني. الو كيكو يا مينا، مساء الفل يا حبيبي. ازيك يا رنا؟ الله يسلمك، منورنا على الراديو. سيكو انتوا اللي منورين دايما. ازيك يا كينجو؟ ازيك يا كيكو؟ احنا لسه بنتكلم على النجاحات كلها. احنا نمينا عليك كتير قوي النهارده يا اكرم. اوف اير اون اير الاثنين بالخير. علشان كينج عنده صندوق الاسرار اللي هو الجانب السيء اللي محدش بيشوفه. لا 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 الحمد لله. بيرتجل الجانب المتعب بقى. عيب عليك. الجانب اللي هو بتاع الفرهده وبتاع الشغل والسهر والتطبيق والاهم من كل ده الجانب بتاع النجاح. ما شاء الله، يعني دايما كل تعب بيبقى فيه في الاخر نجاح، وده الاهم. لا هو الحمد لله، انا يعني انا وكينج كده في بينا كيمياء وفي بينا طريقه يعني بنعرف نتفاهم بيها ونوصل لتركيبه دايما هو بيفهمني فيها وانا بفهمه. يعني عندنا خلطه كده ربنا صرفها لنا الحمد لله مع بعض، وعشان كده كل الحاجات اللي بنعملها بتبقى معموله كده بحب ومعموله بتركيز، فربنا بيكرم. صح. انا شايفه يا اكرم ان انت من اكتر الناس اللي متمسك بالتيم بتاعه من البدايات ولحد النهارده، من ايام الورشه. من ما يعني طالما ربنا بيكرمنا مع بعض وصرف لنا كده قبول ونجاح، ليه يعني ليه مش هنتمسك بده؟ الواحد ما بيصدق يوصل لمعادله كده وتركيبه يبقى متفاهم مع الناس اللي حواليه ويطلعوا حاجات لذيذه. ف يعني الواحد بيقعد يشقى كتير عشان يلاقي ده، فلما يلاقيه سيبه ليه؟ يا رب دايما. لا كينجر كمان يعني عنده سنس كده وعنده طريقه تذوق لحاجات مختلفه. يعني ساعات بتبقى الحاجه كتير يبقوا شايفينها عاديه وتقليديه، بس هو يقول لي طب ما تيجي ناخدها من الزاويه دي، طب ما تيجي نجرب نعمل السكه دي، وعاده بتبقى السكه دي هي اللي ربنا بيكرم بيها يعني. الحمد لله. ده برضو عايز اقول حاجه، معلش انا اسف لقطع كلامك، لسه كنت بقول لهم ان انت معايا في الموضوع ده. بيقولوا مين يعني ليه بتتفقوا ازاي ومتفاهمين؟ قلت لهم عايز اقول لكم يعني اكتر حد بتتخانق معايا مش خناق، بيبقى من كتر ما احنا الاثنين خايفين على العمل قوي وعايزين نوصل لكده، فبقينا في مرحله كده بنعمل منها كل الاغاني بتاعتنا في منها تو اوبشن، بسبب ان احنا الاثنين خايفين. احنا يعني كان سهل اي حاجه تنزل كانت هتنزل زي ما هي وخلاص، بس بنفضل ندقق ونفضل قاعدين سهرانين مطبقين. نفضل متماسكين الحمد لله. هو كمان انا بستغل ان انا دايما يعني دايما انا بجيب كينج نقعد نشتغل، بيبقى بعد ما هو خلص يومه اللي هو مثلا اكلمه الساعه 2 انت بقيت هنا لا 2 الصبح يلا نبتدي يلا نبدا نشتغل، فيقول لي انا مطبق بس يلا معاك. فبيجي في حاله فرهده كده ومستسلم، فيعني بيبقى سهل ان انا امشي رايي. لا والله بس خلاص مفرهد لا بس الحماس بنصحى بعدها يعني النوم ده بيبقى. هو يقول لي ايه؟ بقول لك ايه احنا نقعد النهارده بس انا ساعتين عشان عندي الصبح ميتنج ايه وعندي مش عارف ايه بتاع. خدي على دي 8 9 3 ايام 9 ساعات ده بيكلفني بس كبسولات قهوه كتير انا اللي مخلصها. خلي فانا عاده لما بقبض اي فلوس بشيل ميزانيه كده بتاعت القهوه. ايوه. طب اكرم عايزين نعرف ايه كواليس الحاجات الجديده اللي جايه؟ بتحضر لايه؟ شويه فتنه كده صغيره. عايزين شويه حاجات اكسكلوسيف كده على الماشي. والله بص انا ما بحبش والله اخبي الحاجات اللي عندي، بس هو انا حاليا شغال على كذا مشروع ولسه الجانب الموسيقي منه ما ظهرش. يعني انا وكينج متعودين دايما بعد ما الحدوته تخلص ونبدا نقول بقى احنا هنا محتاجين اغنيه. فالاغنيه دي بتقول ايه؟ بتتكلم عن كذا، فنبدا نبرين ستورم مع بعض علشان نطلع الفكره. او لو هي موجوده ما وصلناش او لو هي موجوده وهنستخدم حاجه من اللي في الدرج. أيوة فدي حلو. بتبقى يعني بيبقى عندنا حاجه وبنقول دي ممكن نستخدمها في فيلم او في مسلسل. حلو. انا وكينج دايما عندنا كده يعني افكار حتى بتطلع واحنا قاعدين ممكن ما تبقاش معموله لحاجه. يعني هو قاعد مثلا بيشتغل بيلعب مزيكا كده، اقوم قايل له كينج المزيكا دي حلوه، يقول لي طب ما يلا نكتب حاجه. بجرب ايقاع مثلا او بقلب في مكتبه ولا حاجه ومش في اللي احنا شغالين عليه خالص، وهو يقول لي ايه ده ايه اللي اشتغل؟ اقول له طب طلعها لي بره. هي الورشه بقى اللي هو مسكها. والله اطلعها له بره ياخدها ويحط الهيدفون في ودانه ويقعد على جنب. يطلع لك عليها تراك كامل. بص انا ويجي لك بقى بكل تواضع كده يجي يقول لك بص انا عملت ايه.
من من الفنانين القليلين المالتي تالنت عنده كل حاجه ما شاء الله بيكتب وبيلحن وبيمثل ما شاء الله ربنا يكرمك ويزيدك ومستنيين دايما كل الجديد احنا عرفنا انك بتتجمعوا فينا اكرم وهنجيلكم خلي بالك ها هتلاقينا طبين هتلاقينا فجأة تخش تلاقي احنا ماسكين كباسيل القهوة وقاعدين لا ده انتوا تنورونا والله يعني اسأل كينج كده احنا القعدة بتبقى قعدة انبساط اكتر ما يعني الانبساط هو اللي بيطلع الشغل ايوه السهر والانبساط ايوه والله الواحد لما بنبقى قاعدين كده طب ما تيجي يلا نسمع حاجة طب ما تيجي نعمل حاجة وعادة الشغل بيطلع بالشكل ده يعني جود لك في كل اللي جاي اكرم ونورتنا وشرفتنا على راديو 99 ومستنيين كل نجاحاتك اللي جايه باذن الله ربنا يخليك ويا ريت تشرفنا مره في برنامجنا بقى يعني يا ريت يا سلام ده انا من شرف لينا متابعين ليكوا يا باشا ده شرف لينا جدا ده شرف لينا حبيبي يا كيكو نورتنا يا حبيبي حبيبي يا كينجو بالتوفيق دايما يا حبيبي بالتوفيق حبيبي